ويبقى الوطن في الوجدان. مساءكم سوري، أهلا بكم إلى حوار اليوم، نفتح من خلاله بعضا من الملفات التي تموج بها الساحة السورية والساحة السياسية والميدانية، إضافة إلى العالمية، لأن سوريا الجغرافيا الزمنية والمكانية السورية هي التي ستشكل خريطة العالم الجديد، وجغرافية الدم السوري هي النار التي ستحرق المتآمرين والخونة والإرهابيين الوهابيين الذين يحاولون تدمير كل شيء في الأرض السورية. غدا ستشرق الشمس، شمس الانتصار التي يحققها حماة الديار على الأرض وعلى الواقع، وطبعا بوقفة الشعب السوري البطل. هنا لابد أن نتحدث عن دمشق، أبجدية الوطن والإنسان المكللة بحب الشعب وحب الأرض. رحبوا معي بضيفي وضيفكم في هذه الفترة على هواء دمشق، الإعلامي الأستاذ سالم زهران، مدير مركز الارتكاز الإعلامي. مساء الخير. مساء الخير أستاذ نضال، أهلا بك أستاذ سالم. يعني أسئلة ومفاتيح عديدة يمكننا أن ندخل من خلالها إلى حوارنا اليوم، ولكن أسئلة كثيرة مع المؤتمر الصحفي الذي أجراه الأخضر الإبراهيمي والتصريحات التي تريدنا من كل حدب وصوب. هل نحن أمام فخ جديد من خلال الطروحات، أم أن السباق نحو الهوية الأعمق هو الذي يحفر مسربا نحو الهاوية وآخر نحو حل سياسيا وأمني؟ نعم، يعني حضرتك ما افتحت سؤال، افتحت باعتقادي أطروحة عن صح التعبير يمكن البحث فيها اليوم. تفضل. باعتقادي الحديث عن الهدنة تحديدا في عيد الأضحى المبارك، يبدو أن الالتباس هو سيد الموقف هذه الأيام، وللأسف لم يعد بإمكاننا حتى نحن الذين كنا نعتقد أننا نعرف أن نأتي بجواب واضح وصريح. في الظاهر كلنا نريد لعيد الأضحى المبارك أن يكون عيدا لكل السوريين، خاصة أن هذا الشعب العظيم يخوض حرب بكل معنى الكلمة، بالوقت اللي نحن وياك عم نتحاور يا أستاذ نضال، في جزء من أهلنا عم يبكي وعم بقيم مراسم العزاء، في جزء من أهلنا السوريين عم يبكي وعم يدور على مخطوف وعم فقيد غالي، في جزء من أهلنا عم بلم أشلاء بيته ومكانه وتجارته وسياراته وحياته الاقتصادية وحياته الاجتماعية. نعم، نحن بحاجة ليس إلى هدنة في عيد الأضحى لأيام معدودة، نحن بحاجة إلى سلام دائم. هل تكون هذه الهدنة كما كانت على شكلة الدابة وعلى شكلة المراحل السابقة، حيث يرفع عنوان الهدنة ليتسلل المسلحين ولينظموا أنفسهم؟ أنا معلوماتي الخاصة والموثقة والأكيدة أن العصابات المسلحة وهذا الجيش الكر يتلقى ضربات قاسية خاصة على الحدود اللبنانية السورية. أنا ما بدعي أني بعرف تفاصيل ما يجري في حلب، أنا ما بدعي أني بعرف تفاصيل ما يجري في إدلب، لكن أنا فيني أدعي على الهواء مباشر، وأنا التقيت بعدد كبير من أهلنا بالقصير ومن أهلنا بالمناطق الحدودية اللبنانيين، منهم المقيمين بسوريا وبعض السوريين وبعض المعلومات الأمنية اللبنانية، يتلقون ضربات قاسية. وللمرة الأولى يمكن القول أن الحدود اللبنانية السورية هناك محاولة جدية بتطهيرها، لأن للأسف الحدود اللبنانية السورية سائبة يا أستاذ نضال، وأكثر من هيك مش بس الحدود اللبنانية سائبة، كمان صار في خزان معلوماتية وخزان لوجستي اسمه سجن رومي. اليوم بسجن رومي عم بصير غرف عمليات معسكر بفتح الإسلام. طبعا شيء بيتهرب وفي شيء عم ياخذ إعفاء وإخلى سبيل عبر القضاء، للأسف جزء منه تحت سلطة السلطة السياسية وتحديد التيار المستقبل، عم يتم الإفراج عنهم، عم يظهروا ليقاتلوا أهلنا السوريين ويشاركوا بسفك دم السوريين، وعم ينقوا نوعيات معينة داخل سجن رومي من المجموعات التكفيرية الوهابية اللي عندها خبرة بموضوع العبوات المفخخة. إذن الحدود اللبنانية السورية الخاصرة الرخوة، مش أكثر من خاصرة أخوي، أصبحت خنجر، وأنا لبناني وعم بحكيها بكل صراحة. الحدود اللبنانية السورية بجزء منها أصبحت خنجر في الخاصرة السورية. هذا الخنجر يبدو أن هناك من يقطعه، وهو الجيش العربي السوري بمؤازرة من أهالي المنطقة وبعدد كبير من السوريين المقيمين في هذه المنطقة، اللي هن أكثر ضررا من كل الناس. هذه الحدود السائبة اللي عم يتلقوا فيها ضربات، عم بفتشوا على عنوان يهربوا فيه من خلاله ويرجعوا للمربع الأول، مربع التنظيمي، ويستعيدوا أنفاسهم إن صح التعبير. أنا باعتقادي أنا مع الهدنة، أنا مع عدم استباحة الدم السوري، بس ما صارت بكل الدنيا. بقول أنا بدي أوقف ثلاث ساعات وبعد ثلاث ساعات بدي كف الحرب. هيدا بذكرنا بال 75، هيدا بذكرنا بالحرب الأهلية اللبنانية كيف كان يصير الاتصال على الجهاز إنه وقف ساعة، وقف ساعتين، وقف ثلاثة. أنا ضد أن تتحول الدولة السورية
إلى شريك غير مباشر مع هذه العصابات المسلحة ومع أفراد تماماً الجيش تماماً الكرد تماماً لأنه هاي المعادلة إذا حطيتها يا أستاذ نضال بكرة بتصير مضطر أنت قائد جيشنا العظيم بتصير مضطر وزير دفاعنا بده يضطر يحكي مع واحد منهم بعد شوي لا هذه المعادلة أنا باعتقادي فخ نعم أنا مع هدنة في أماكن معينة ربما داخل حماة ربما داخل إدلب الجيش العربي السوري قيادة الجيش العربي السوري قادرة أن تحدد لكن على الحدود مع تركيا على الحدود مع أردن وتحديدا على الحدود مع لبنان الهدنة يا أخوان برأينا الشخصي هي فخ وفخ كبير هناك عملية تطهير حقيقية يجب أن تستكمل أنا من 4 أيام كنت موجود بطرطوس بالصدفة فتنا على منزل أحد الشهداء عزيناهم عزينا أهلهم هذا الشهيد استشهد بالقصير ضابط في الجيش العربي السوري يمكن أهله عم يشوفونا اليوم شو بدك تقول لهم أنه أنا بدي أترك اللي قتلوا أبنائكم ياخذوا أنفاسهم ويرتبوا حالهم نرجع نروح نحن وياهم بعد العيد لمشكل جديد لا على الحدود لا مكان للهدنة هذا رأيي الشخصي بتقرر العصابات تعمل هدنة بداخل دمشق عبر إيقاف عمليات التفجير السيارات كويس داخل إدلب كويس بس أنا باعتقادي نقطتين خطرين أساسيتين النقطة الأولى أنت عم بتشرع هذا الجيش الكر وعم بتقول له أنا وياك بنعمل اتفاقيات مباشرة وغير مباشرة والنقطة الثانية أنت عم ترجع تخليهم يلتقطوا أنفاسهم بالحدود 90% من ما يجري في سوريا من موضوع التسليح هو من هذه الحدود السائبة ولكن أستاذ سالم يعني كل التصريحات التي أتحفنا بها أساس الغربيون وبعض العربان والغربان كانت تحاول أن توازن أو تساوي بين القيادة العسكرية والميدانية وبين العصابات الإرهابية المسلحة وبان كي مون تصريحه الأخير يعني الذي أتحفنا به يقول أنه على كل الأطراف وبدءا أولا الحكومة السورية يعني عملية الموازنة وهذا ما يرفضه المواطن السوري التصريحات التي تريدنا من كل حد وصوب مع كل موفد أممي مبعوث أممي جديد الأخضر الإبراهيمي بدأت ترد تصريحات هنا وهناك بأنه قام بجولة وهذه الجولة يبدو كما هو واضح على الدول التي تدعم الإرهاب لكنه لم يعطينا أي فكرة عما تم الاتفاق والتصريح بينه وبين السعودية وقطر الداعم الوهابي الأساسي للإرهابيين والتكفيريين يعني هو يصر يأتينا تصريح وبعده ينتقد هذا التصريح علما أنه حتى اللحظة لم يلتقي بالقيادة السورية إذا نحن أمام وفرة تيارات ومسار مختلفة نلتقط الذي يلقى صدى أكبر بلد مثل لبنان موجود فيه اليوم الأخضر الإبراهيمي نحن التقينا فيه وعم بيوصل نحن عم نظهر بلد مثل لبنان مش قادر يعين مدير عام مش قادر يعين سفير ومش قابل يتفق على مشروع قانون انتخابي شو بيحلوا يربوا بالأزمة السورية انه هلأ الرئيس ميشيل سليمان اذا تعامل معه الأخضر الإبراهيمي وطرح الأزمة السورية بتنحال كل حركة الأخضر الإبراهيمي خارج القطر السوري بلا طعمة وبلا جدوى ولن تؤدي الى اي نتيجة الحل في دمشق مزبوط انا برأيي عم يضيع وقت قطر والدوحة ولبنان والسعودية ومدري وين كلها تضيع وقت تضيع وقت بدي بلش بدمشق ومن دمشق تأتي صياغات الحل بلد مثل لبنان شو بيأثر هلأ بالأزمة السورية يعني والله إذا قال له الرئيس ميشيل سليمان نحن بندعم خطتك يعني هاي الجحافل بتنسحب وبيمشي الحال وإن شاء الله هو قادر يمون على الناس ببعلبك وببيروت وبصيدة وبصور إن شاء الله قادر يمون على أحمد الأسير بالبلد إذن بدي يمون على الحركة السورية عم نضيع وقتنا الأخضر الإبراهيمي مكان الطبيعي للنقاش الجدي والحقيقي هو في دمشق وأنا باعتقادي وأنا بدعو الأخضر الإبراهيمي إذا بعد صحته بتساعده يطلع على لدقية وعلى بنياس وعلى طرطوس وعلى حما وعلى حمص وعلى درعا وعلى إدلب وعلى دير الزور يلتقي بالناس يسمع من أهالي الشهداء يسمع من الفقراء يسمع من المساكين يسمع من الناس العاديين اللي طبطت بيوتهم واللي راحت أرزاقهم واللي خسروا أولادهم هن الحل عندهم خليه هو يقولوا الناس شو بدهم يجفوتوا باستمارة إحصائية واستفتاء ويقولوا للناس شو بدكم بدكم طرف ولا بدكم حل بالبوط العسكري وبدكم النظام وبدكم الدولة وبدكم سيرورة الدولة أنا أجزم لك إنه إذا حصلت هذه الاستمارة واليوم إذا بتسأل أي مواطن سوري بتقول له بدك مأكل أو مشرب أو ملبس أو 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 وظيفة أو خي ديمقراطية وحرية وتعبير سياسي رح يكون الجواب الأول الأمن والاستقرار طبيعي الأمن والأمان حاجات الإنسان الأساسية الأمن والاستقرار عم تشوفوا أهلنا ببيروت أهلنا السوريين ببيروت يا أستاذنا الكريم عم نقول على الهوى بضيعة أنا بعرفها
وبإمام مسجد أنا مستعد سميه هلأ بس نتساءل بالقضاء، وأنا أدعو النيابة العامة إلى أن تسألني اللبنانية لأجيب. أحد المشايخ تابعين لدار الفتوى اللبنانية بيوقف على المنبر بيوقف بنات سوريات أعمارهم 15 و16 و17 و14 بيعرضهم للباع تحت عنوان الزواج، إنه مين بده ياخذها يشرف، كأنه نحن موجودين بعصر الجاهلية. استغفر الله. هذا مشهد، هذا مشهد أخواتنا السوريات. قطع هيدي الناس قطع. شو هيدي الناس شو عم بتدور هلا على حل وعلى أخضر إبراهيم وعلى فلسفة الحوار ونقاش الحوار، يبحثون عن الجهاد بالمراسلة. الناس بدها حياة واستقرار بكل معنى الكلمة، وبدها أمن وبدها أمان. الناس بدها تروح على الجامعة وما تنخطف، الناس بدها تطلع على شغلة وما تنقتل، الناس بدها تفوت على بيتها وما تنسرق. هيدي حاجيات الناس. الأخضر إبراهيم عايش بمكان تاني. لو سمحت لي نتوقف مع هذا التقرير الذي يتحدث عن دعوات الأخضر الإبراهيمي من عين التينة لوقف إطلاق النار التي يجددها، وتماما كما صرح بأن هناك من أكد دعمه لهذه المبادرة كالعراق وطهران، وتبقى الدول ذات الدور الأساسي في دعم الإرهاب في سوريا على صمتها ومواقفها حيال مطالبات الإبراهيمي بما يتعلق بوقفها لتوريد السلاح إلى سوريا، إلا إذا كان هناك وراء الأكمة ما وراءها، وبالتأكيد هناك. تفضل. في زيارة غير متوقعة وصل المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي إلى لبنان في إطار جولته على الدول المؤثرة بما يحدث في سوريا. الإبراهيمي التقى عددا من السياسيين اللبنانيين الذين أكدوا دعمهم الكامل لمهمته، مشددين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا لما لأحداثها من تأثير كبير على المنطقة بشكل عام وعلى لبنان بشكل خاص. لبنان ذو الحصة الكبرى مع حدود طبيعية مفتوحة شهدت الكثير من عمليات تهريب للأسلحة والإرهابيين وبالاتجاهين، ناهيك عن الدور السلبي الكبير لعدد من السياسيين اللبنانيين ومحاولات بعض القوى العربية والإقليمية زج لبنان في تأزيم الوضع السوري. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جدد الإبراهيمي دعوته إلى ما سماه هدنة في سوريا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دعوة أطلقها الإبراهيمي من إيران وجددها في لبنان، وبات موقف كلا الدولتين الداعم لإنجاح مهمته معروفا، وهو الموقف الذي تجتمعان عليه مع العراق وروسيا والصين. لكن السؤال، ماذا طلب الإبراهيمي من تركيا وقطر والسعودية؟ وما كان رد تلك الدول ذات الدور الأساسي في تهريب الإرهابيين وتقديم الدعم المالي واللوجستي لهم في سوريا؟ دول تفيض منابرها بسيل من مشاعر الحزن على الشعب السوري، وتتوقف أدمغتها وألسنتها عن أي رد حول كف يدها الغارقة في جرائم سفك الدم السوري عن إرسال المزيد من المال والسلاح، ولتكون ساحة إعلامها جاهزة للمزيد من البالونات الإعلامية على لسان الإبراهيمي بهدف التشويش على مهمته والتسابق على إفشالها كما كان لسلفه منها نصيب. ويبقى الرهان على نجاح مهمة الإبراهيمي متوقفا على ما سيطرحه حين وصوله إلى دمشق التي تبقى لها كلمة الفصل في كل الطروحات بعيدا عن كل التدخلات التي تمس سيادتها وقرار شعبها المستقل. نحييكم مجددا ونعود إلى جغرافية الدم السوري والزمان والمكان السوري الذي سيحدد خريطة العالم في القادم من الأيام وترسم معالم الغد الآتي. بالعودة إلى ضيفنا وضيفكم في الاستوديو الإعلامي الأستاذ سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي، هنا لابد لنا من حديث له علاقة بالتصريحات التي تريدنا من هنا وهناك. آخر تصريح في مقابلة مع مراسل سانا بموسكو، رئيس أكاديمية العلوم الجيوسياسية بروسيا الجنرال إيفاشوف قال إنه إخفاق المخططات، تحدث عن نقاط عديدة، ولكن علينا أن نربط بين النصر الميداني الذي يحققه الجيش العربي السوري والعمل الاستراتيجي الداخلي كمواطنين. كيف تقرأ هذه المسألة وتفسرها بشكل نعم. آخر؟ في بعض الأفكار تقريبا منكررها لقاء لقاء لا. أحيانا الناس يمكن بتمل منها وبتقول نحن حفظناها وصلنا بنعرفها، بس باعتقادي هي أساسية. كنا دائما نقول أن سوريا تدافع عن روسيا وليس العكس. وأنا بدي أشكرك أنك دائما عم تستعمل وتستشهد بعبارة الجغرافيا، لأن باعتقادي حين نحلل المشهد السياسي بعيد عن الجغرافيا وبعيد عن الاقتصاد وبعيد عن السوسيولوجيا والاجتماع نخطئ.
مكون الاجتماعي لروسيا الاتحادية من 83 دولة عنا أو 83 فدرالية اتحادية عنا 17 مكون اجتماعي هن صافيين من أهلنا المسلمين وبشكلوا 28 مليون من أصل تقريبا 146 مليون عدد سكان روسيا. أول امبارح كنت عم بسمع بوتين واللي الشعب العربي السوري صار يسميه أبو علي بوتين تحببا باجتماع للمجلس الأمن القومي الروسي بتصريح مباشر على التلفزيون الروسي عم بيقول انه صار مقتول 435 ارهابي في الكوكاز وفي 17 مكون من اصل 83 خلال هذا العام، وعم بيقول اكثر من هيك نحن سوف نذهب الى الامن الوقائي في مكافحه الارهاب. هذه العباره اذا بتاخذ هذا النص بذكرني شخصيا باجتماع جورج بوش وقت اللي قال ب 11 سبتمبر انتقلنا الى الحرب الوقائيه. يعني الروسي شو عم بيقول؟ روسيا عم بيقول بمكان ان هذا الارهابي اللي عم بيقاتل بسوريا بده يخلص وبده يجي يكفي مشواره بالكوكاز. هذا الارهابي يا سيدي الكريم هو مستعد يروح يقاتله مش بس حتى بالدعم، انا باعتقادي بشكل مباشر، لانه هذا الارهابي بده يكفي طريقه لعنده. اللحظه التي لا سمح الله وهذه اللحظه لن تاتي تسقط فيها سوريا في فخ الهلاك سوف تكون روسيا النكست القادم. روسيا وإيران والصين بالربيع العربي إيران حكمها بكون سقطت انتهت. فكرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأساسية كانت قائمة على هذا الحلف الممتد من بنت جبال إلى دمشق فبغداد الله يعافي بغداد فطهران وبعدين بتكفي موسكو بكين كغطاء دولي. فكرة طهران وفكرة الجمهورية الإسلامية أنا باعتقادي وبرأيي الشخصي اللحظة التي تسقط فيها سوريا تسقط معها. وأنا دائما بستشهد وبقول أحد الأصدقاء الإيرانيين يصف العلاقة بين إيران وسوريا على أنها ليست علاقة تكتيك وليست علاقة استراتيجية، هي علاقة الحق بالباطل، ويقول أن الرئيس الأسد هو صورة الحق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واللي بيعرف أدبيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية واللي بيعرف تركيبة هذا المجتمع وهذه الثورة يعرف ما معنى هذا الكلام حين تقول إيران أنها مع الحق وأن الحق هو الرئيس بشار الأسد والإدارة السورية. روسيا عم تدافع عن نفسها، عم بيقول بمكان بوتين أنا رايح لحرب وقائية في مكافحة الإرهاب وفي مكافحة الحركات الوهابية، في تعابير جديدة عم نسمعها ولا مرة كانت الوهابية على لسان الروس، ولا مرة كنا عم نشوف هذا الجدل الروسي مع الحركة الوهابية اللي برأيي الشخصي هي الوجه الآخر للصهيونية. وأنا بتمنى عبر الفضائية السورية وعبر التلفزيون العربي السوري أن يخصص حلقات متخصصة مع رجال دين نحن بنعرف عدد كبير منهم حول موضوع العلاقة بين الوهابية والعلاقة بين اليهودية الصهيونية. حتى بالفقه الشرعي يا سيدي الكريم العلاقة هي علاقة جدلية، وحتى في المقاربة الشرعية هن واحد. يعني في الفكر رح نعطي هيك فكرة سريعة، في الفكر التلمودي يقولون أن الله عز وجل الذي يسمى عندهم يهوى خلق البشرية، وبعد أن خلق البشرية ارتكى على ظهره وارتاح. وفي الوهابية يقولون أن الله استوى على العرش ليس بمعنى خلق العرش إظهارا لقدرته كما نقول نحن الشافعيين والحنبليين والجعفريين، بل يفسرون هذه الآية القرآنية الكريمة على أن الله خلق الأرض واستراح على عرشه، وبين استراح وبين استلقى بيطلعوا مثل بعضهم. عم نحكي بمواضيع فقهية أساسية، هذا بالموضوع الفكرة حتى، أما بموضوع السلوك هذا اللي بيكمش عسكري وبينحره وبيكبر عليه هذا صهيوني ذبح الحلال، هذا إسرائيلي، هذا إسرائيلي بامتياز، هذا اللي بيخطف بي قدام بنته هذا إسرائيلي، هذا اللي بيغتصب بنت قدام بيها هذا إسرائيلي وصهيوني ويهودي ولا يمكن يكون إسلامي. الوهابية هي الوجه الآخر للصهيونية. الصهيونية كانت أداة في هذا الشرق وفي هذا العالم العربي والإسلامي، مع الوقت بيّنت أن أداة تافهة وضعيفة استبدلوها بالأداة الوهابية. أما الخطر في الموضوع ورح نحكي بكل صراحة لعشرات بل لمئات السنين ظل هذا الفكر التنويري موجود في بلاد الشام، وظلت سوريا ولبنان والأردن والعراق وهذه المنطقة المسمات سوريا الطبيعية أو بلاد الشام خارج الفكر الوهابي
وبقيت في إطار الفكر الصوفي الشافعي الحنبلي المنفتح. أشكرك على هذه الملاحظة، لأنه الإسلام الشامي الإسلام المتنور هو الذي صنع الحضارة العربية. نعم. الإسلامية وفتوحات الأندلس لم تتحقق إلا بعد أن دخلت بلاد الشام وبلاد الرافدين. صحيح. الدولة الأموية والدولة العباسية. وللأسف يا أستاذ نضال اليوم فضل. الفكر الوهابي يتسلل إلى بلاد الشام، واليوم أصبحنا نرى. هل نحن شركاء في الخراب أستاذ سالم؟ إيه يعني طبعاً. في فترة من الفترات صمتنا عن بعض التيارات التي تصحب جذر ديني وهابي متطرف، على أنه يعني معلش اتركونا هذا موضوع. سيدي الكريم، أنا قلت عبر الإخبارية السورية اللي إلي الشرف أني بنتمي لألا واحد من أفراد أسرتها، وسنعيد ونكرر بكل محبة، مفتي الجمهورية العربية السورية أنا بشوفه مفتيني وبشوفه علامتي وشيخي وحبيبي، لكن دار الفتوى السورية قصرت في العشرة سنوات الأخيرة، بالربما في العشرين سنة الأخيرة. باللحظة اللي أنت استبدلت فيها المعاهد الشرعية الدينية وتركت الناس تتعلم بالسعودية الفكر الوهابي وببيروت الفكر الوهابي وسمحت لها تطلع على المنبر، كنت عم ترتكب خطأ مش مسموح تحت عنوان الحرية والديمقراطية والتعبير والانفتاح تترك لواحد يطلع على المنبر يستبيح للسوري قتل أخيه السوري. نعم، في الفترة الأخيرة شهدت سوريا كما كل المنطقة حالات جديدة من المشايخ المرتبطين باللوبيات الصهيونية وغير الصهيونية والفتاوى، وللأسف نحن كنا في غفلة من أمرنا، مش كبسة زر صار في عنا فكر وهابي تكفيري. أنا أكيد أن الحركة الوهابية اللي قدرت تعمل 2000 مركز وهابي في روسيا الاتحادية، واليوم بوتين انتبه وأسس شيء اسمه منذ عامين هيئة شؤون الحج، وضع عليه محمدوف اللي هو لواء متقاعد في روسيا لمتابعته، لأن الناس عم تروح للأسف لتحج، بعد شوية عم ترجع عملاء على روسيا الاتحادية. وأنا أقول وأنا مسؤول عن كلامي، وأنا ابن هذه البيئة الإسلامية المحمدية. أستاذ سالم، عندما تتحدث بهذه الواقعية وهذه الشفافية عن توصف الحالة بتحليل سيكولوجي سياسي، هل نحن نقلل نحبط من عزيمة من يتابعنا؟ لا لا. أم نرفع من المعنويات المطلوب؟ لا. الآن هناك من ينتقد عندما تطرح سؤال ما. نعم. فيقول أرجو أن ترفعوا من السوية لكي نحض الناس على أن رفع المعنويات، يعني حتى إذا أنا بالغت أو حضرتك أو أي ضيف، هل سيقتنع ويصدقنا المشاهد الذي هو أذكى مما نظن؟ كنت في اللاذقية منذ أيام بعشر شهر، ودخلت إلى منزل العميد الشهيد علي غزام في القرداحة، هذا الضابط الكبير الفقير الحال، هذا الضابط واسمح لي أقول على الهواء اللي استشهد وبيت ما عنده، وهذه صورة، وكما أحد الأصدقاء اللبنانيين لأول مرة بزور اللاذقية وبزور القرداحة كان مصدوم أنه في ضابط بالجيش بهذه الرتبة وبهذه الشجاعة وبهذا الصيت الكبير وما بيملك بيت. الذي يرفع المعنويات هو مشهد حيدر ابن الشهيد علي خزام وهو يرتدي بذة عليها رتبة عقيد، وهو يقول أنني سوف أكبر وسوف أكون ضابطا فشهيدا كما والدي. الرحمة لروحي ولروح شهداء الوطن جميعا. أنا وأنت وبظهرنا كل شيء في محللين سياسيين ما بنساوي وأطفر بهذا الطفل. أكيد. نحن مش شغلتنا نرفع المعنويات الناس، معنويات الناس مرفوعة بقبضات وسواعد وقلوب ودماء الجيش العربي السوري. إذن أين هو؟ معنوياتنا مرتفعة بأهلنا اللي عضين على الجروح وعم بيقولوا نحن بدنا نبقى بسوريا ومش رح نترك سوريا ومش رح نهرب ومش رح ننذل لا بلبنان ولا بتركيا ولا بالأردن ولا بأي مكان. عندما ترى طفل عمره 11 سنة أو 10 سنوات عم بيرتدي بذة مثل بذة بيو عليها رتب مثل رتب بيو، شو عم بيقول؟ هنا رفع المعنويات. على الناس المحبطين أن ينظروا إلى ليبيا وإلى مصر وإلى اليمن وإلى تونس، هروا هذه الأنظمة مثل الكرتون بساعات. أما اليوم وحتى هذه اللحظة تقريبا رح نصير عمر الأزمة 2 ولا تزال سوريا واقفة على قدميها. يا أخوان وبدكم تسمحوا لي، الشعب العربي السوري بعرف تعود خي عبد الدلال عم نحكيها مثل ما هي، 40 سنة من الرفاهية المطلقة، اليوم بتفاجئ بالأزمة والأزمة كبيرة صح، بس روح عيش بلبنان. أنا خلقت بلبنان بالحرب وتعلمت بالحرب وكبرت بالحرب وتزوجت بالحرب وخلفت بالحرب ورح موت بالحرب المؤجلة المؤقتة. وقت اللي كان في حرب لبنان كانت الناس يا سيد الكريم تأكل من لحم بعضها ومن لحم الميتين، وين اليوم نحن؟ أيام الحرب التركية كانت الناس تأكل قذراب بعض البعض وكانت تأكل تبن وشعير. سوريا لم تجوع حتى هذه اللحظة، سوريا لا يزال سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية تقريبا 73-72،
ببلد حدك اسمه لبنان 1500 ليرة. سوريا حتى هذه اللحظة لم تتدين ليرة، مش مليار. أعود إلى جزئية طرحتها مع حضرتك وأدخلتني في موضوع يكمل هذا الموضوع الذي هو موضوع الربط بين النصر الميداني والعمل الاستراتيجي. هل العمل الاستراتيجي هو إعادة بناء الإنسان والاقتصاد والمجتمع ككل، أم أن المسألة لها أبعاد مختلفة؟ لأن البعض يقول لا تستخدموا مصطلحات سياسية أو أكاديمية، ادخلوا بالموضوع مباشرة. نعم. تماما كما طرحت كوندوليزا رايس على الرئيس بشار الأسد أن يأخذ خطوات استراتيجية، أن يصبح شرطيا لأمريكا في المنطقة بالتخلي عن حزب الله، شرطي في العراق بيتخلى عن إيران. العمل الاستراتيجي الداخلي يعتمد على ماذا؟ إعادة البناء؟ بالعام 2008 زميلنا غسان شربل في صحيفة الحياة أجرى لقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد، وبعتقد هذا من أجمل اللقاءات التي قرأتها واللي لحد اليوم لازلت أعود إليها. بالعام 2008، لا بال 2010 ولا بال 2011 ولا بال 2012. يقول حرفيا الأستاذ غسان للسيد الرئيس: المنطقة وضعها هش، وهناك هشيم طائفي ونار طائفية في الهشيم. لماذا سوريا خارج هذه الأزمة وخارج هذا الفلك وخارج هذه اللغة؟ أجاب السيد الرئيس حرفيا أنه لا يمكن أن تكون في منطقة وبيئة هشة ويكون وضعك خارج هذه الهشاشة، لكننا نمتلك من المناعة القومية ما نمتلك. إذن بالعام 2008 كان واضح وصريح السيد الرئيس وعم بيقول هيدي اللوثة الطائفية لابد أن تتأثر فيها سوريا. وقت بيكون عندك مواطن عراقي، وأهلنا العراقيين النشامة جزء منهم أساسي موجود بسوريا اليوم، جزء منهم كان موجود وغادر خلال الأزمة، جاي من العراق وحمل لك معه أزمته وحمل لك معه فكرة أن السني والشيعي حرام بعضهما البعض. وقت بيجي اللبناني هربان من لبنان وحامل فكرة أن المسيحي والمسلم يقتلان بعضهما البعض، وقت بيجي الفلسطيني لسوريا وحامل فكرة أن الفتحاوي والحمساوي يقتلان بعضهما البعض. مطلوب من المواطن السوري يبقى خارج هذا الفيروس، وقت بتدور محطة الجزيرة والعربية ولا عم شوف قنوات جديدة شيء يعني بوقف القلب قبل ما هي مقرفة، عم بتحرض كل الوقت. وهلا في قناة جديدة سعودية ما رح نعطيها شرف نقول اسمها، عاملة ساعة مع العملاء والجواسيس كمان خصتنا فيها بساعة. الخيانة وجهة نظر برأيهم هي المسألة؟ لا، الخيانة انك تكون واقف مع بلدك، خيانة انك تكون واقف مع اهلك، خيانة تكون واقف مع ناسك. سوريا يا سيد الكريم في الفترة الأخيرة كانت خزان بشري لعدد كبير من الأمراض الاجتماعية. هاي الأمراض الاجتماعية انتقلت إلى الناس والشعب السوري، والأمراض الاجتماعية مثل الأمراض الصحية فيروس بينتقل وبتتلاقح الناس من خلال اختلاط، من خلال إعلام، من خلال زيارات. طيب يا سيد الكريم، في 8 مليون عامل سوري دخلوا وخرجوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة. هول 8 مليون عامل سوري من أهلنا السوريين كانوا موجودين ببيئة طائفية، بدك يون يبقوا برات اللوثة الطائفية. هول العمال السوريين موجودين بلبنان عم بيروحوا يصلوا صلاة الجمعة في الجوامع اللبنانية، وعم بيسمعوا شيخ عم بيطلع بيقول خطاب يجب مش يجوز قتل مش الشيعة السنة اللي هن عم بتعاطفوا مع المقاومة، وهؤلاء جواسيس وهؤلاء عملاء وهؤلاء بدك إياه يبقى خارج اللوثة الطائفية. عم بيسمع واحد باسم الرب، باسم رب العالمين، عم بيسفك دم السن اللي مثله اللي كل ذنبه أنه مع المقاومة، مع المقاومة مش مع إسرائيل. إذن الاستراتيجية هنا أين تكمن؟ العلاج السيسيولوجي، العلاج الاجتماعي، العلاج النفسي بسير بس بعد الانتصار تنتصر. لا من أولا يعني أنا أواب بلتقي بعض المثقفين السوريين عم بحكيك بصراحة ويعذروني على الهواء، وبعرف يمكن يعملوا حملة طويلة علي، يعني بتفكرون عايشين بسويد أو بالدنمارك أو بلندن؟ بيجي بينظر لك قال انه الفلسفه الماورائيه وكيف تعبر عن نفسك لك يا ابني اي تعبر واي لوين رايح انت؟ بدك تهدي البال، بدك تهدي الناس، بدك توقف الخطف، بدك توقف القتل، بدك توقف السرقه، بدك توقف الدمار، بعدين بتروح بتصيغ المجتمع الجديد. لا يمكن صياغه المجتمع الجديد والانسان الجديد تحت وقع النيران. قطعا. وانا عم بقول لك يمكن بعض العسكريين عم يمارس ممارسات خاطئه، يمكن وبلش يمكن أكيد، لأنه هي طبيعة النفس البشرية والإنسان، ومن لا يعمل لا يخطئ، يلي بده يشتغل بده يغلط. ما لنا مدينة فاضلة ولا مجتمع يوتوبي، أنت بقلب الحرب وهذه ظروف الحرب، وأنا بتمنى الناس ترجع لأدبيات الحرب.
وروائيات الحرب، بتشوف بالحرب شو بصير، يقتل الأخ أخيه. الحديث عن الوضع السوري وعن موضوع الهدنة وموضوع الحدود مع تركيا والحدود السورية الملتهبة، حدودها مع دول الجوار، يعني ليست المرة الأولى ولن تكون، نرجو أن تكون يعني هي الخاتمة لولادة جديدة لسوريا وللإطار العنقاء السوري. ولكن فيما يتعلق بتركيا، يعني موضوع الهدنة، هم عندما حوصرت عصابات الإرهاب في حلب أمام ضربات الجيش، قامت تركيا بما قامت به لتخفف الضغط وتشغل الجيش السوري. هناك من يطرح منطقة عازلة على الحدود السورية التركية بعرض مجموعة كيلومترات، ومن خلال هذه المنطقة قوات دولية. هناك من يقول إن هذه المسألة لعبة بالبازار السياسي وإلى ما هنالك. آخرون يقولون لا، المنطقة العازلة هي في طرابلس، وأفكار قادمة بأن قوات أمريكية وبريطانية أصبحت في الأردن. طبعا هنا لن نتحدث عن العراق، يعني رغم أن هناك ما يجري ورغم المواقف المتباينة فيما يتعلق بالشأن السوري بين هنا وهناك. إذن المحرق، إذا تعرض المحرق لخطر، أليست الحدود الملتهبة معرضة أكثر للاحتراق والخطر؟ باعتقادي وبرأيي الشخصي أن الحرب لا تزال حرب بالواسطة عبر العملاء، بكالة، ولا تزال تركيا تخوض الحرب بالواسطة عبر هؤلاء العملاء، وهذه الحرب القذرة مستمرة بها تركيا، ولن تجرؤ على خوض حرب مع الجيش العربي السوري. الليلة اللي بتقرر فيها تركيا تجرؤ على حرب مع سوريا بده يسقط مئات يمكن آلاف من الشهداء في سوريا، لكن تأكد أنه سوف يسقط مثلهم في الأراضي التركية. بيتحمل أردوغان هذا الدم؟ لا. أول شيء بالتوصيف خلينا نميز بين المنطقة العازلة والمنطقة الآمنة. وقت نقول منطقة عازلة، نحن عم نحكي عن مساحتين جغرافيتين، يعني على الحدود، وعم بيكون في منطقة عم تعزل الدولة التركية عن الدولة السورية. هذه المنطقة العازلة كانت عنوان منذ اللحظة الأولى، وكانت مشهد بيشبه مشهد بنغازي وبيشبه مشهد اللي شفناه بكل تفاصيله على الحدود. هذا المشهد لم يحصل خلال عام، مش خلال شهر، وخلال عام وثمان شهور، وبالتالي لن يحصل ولو خلال 100,000 عام. وأنا مسؤول عن كلامي أن في اللحظة التي يقرروا أن يكونوا في منطقة عازلة سوف تكون هذه المنطقة تحت نيران الجيش العربي السوري، ورح يكونوا أهداف سهلة، لأنه ساعتها بتركب الصاروخ بتقول له يلا طير فعين الله ترعاك، وما رميت إذ رميت إنما الله قد رمى. بتصير اصطيادهم مثل اصطياد الجراذين مش العصافير. المنطقة العازلة لن تحصل، وهناك قرارات استراتيجية وهناك خطوط حمر استراتيجية عسكرية لم تحصل ولن تحصل. لم يسيطروا على ولا مطار، ولن يسيطروا على المطارات، لم يقوموا بسيناريو المنطقة العازلة، ولن يقوموا بسيناريو المنطقة العازلة. ونحن مسؤولين عن كلامنا أمام الجمهور وأمام الناس. أما بخصوص المنطقة الآمنة، المنطقة الآمنة بتختلف. منطقة الأمنة مش شرط تكون منطقة حدودية، فيها تكون مثل منطقة طرابلس وتسميها منطقة أمنة. أنا بدي أقول لك سجن رومي منطقة أمنة للمعارضة السورية، وكانوا بالأول شيء يقولوا فتح الإسلام ميد إن سوريا، صناعة سورية. كيف هي صناعة سورية وكيف عم تقتل هلأ الجيش العربي السوري؟ يشرفوا يفسروا لنا. أنا بقول لك بصيدة في بعض الأحياء والأذقة هي منطقة آمنة، بيجوا المعارضين وبتدربوا مع أحلاهم وبدرسوا على الخريطة وبتجهزوا وبفلوا، أي برعاية الجهات الأمنية طبعا، بجهات بعض الجهات الأمنية وبعض الجهات اللي لابسين دقون وحلقين شوارب، والرسول منهم براء، لأن هذا الرسول الأكرم لم يدعو إلى القتل، ولم يدعو إلى سفك الدم، ولم يدعو إلى الإرهاب، ولم يدعو إلى السرقة. كيف واحد بفوت يسرق بقول لك قال أنا كيف تسرق باسم الدين؟ كيف بتمد إيدك على غرب مش لألك؟ كيف بتفوت على بيت مش بيتك؟ المنطقة العازلة على الحدود التركية لم ولن تحصل، وإذا حصلت سيتحول هؤلاء إلى أهداف سهلة تحت نيران الجيش العربي السوري. أما المنطقة الآمنة فهي موجودة بعدد كبير من المطار. ليش أعزاز بحلب مش منطقة آمنة؟ ماخدين 10 من الزوار وخطفينهم، للطيران السوري فيه قصفون، للمدفعية السورية فيها تقصفون لما يموتوا، وعم ينحوا لهم منطقة آمنة. سعد الحريري وعقاب صقر بيقدروا يعني يلعبوا دور هون بمسألة، كما ساهموا في عملية الاختطاف، يقدروا يلعبوا دور هون في مسألة توريد
حقا طائفي ومذهبي وسلاح إلى ما هنالك من أمور مختلفة. عقاب صقر شفناه واضح يعني عم بيتصور صاروويان ينشر صورنا على الفيسبوك، لأنه لدي بين يدي مواضيع مختلفة لها علاقة بهذا الجانب، بأنه ليست سرا بأنه هناك بعض الشخصيات، الضابط مسؤول إماراتي استطاع أن يدخل من خلال لبنان أن يتسلل إلى سوريا، وكلف عقاب صقر بأن يتم عن طريق عم بجاهروا علنا بما يفعلون. وأنا قلت على الهواء على الرئيس نبيه بري وعلى مجلس النواب اللبناني أن يسائل نائب عقاب صقر ماذا تفعل في تركيا، وكيف لك أن تلتقي بأفراد وضباط من الجيش الكر علنا؟ تتصور أنت يوهن وبتقعد أنت ويوهن، أنت نائب لتشرب البرلمان اللبناني أو لتقتل الشعب العربي السوري؟ سعد الحريري لعب صولده أكبر أو بيرجع عبيروت من مطار دمشق كما قال، أو أنه لن يعود إلى المشهد السياسي، وباعتقادي لن يعود. وعكل حال يلي ما بيعرف يعمل سكي مش رح يعرف يهزم سوريا يعني. ولكن الوكالات أيضا تقول أنه الحريري التقى سرا في الدوحة الصهيوني داني أيالون بحضور الشيخ حمد. لا سرا يعني اطلع كل شيء بنعمله بالسر على لا ما بده سرا ما خيي ما هو عميل علنا. هقول لك ليش. بتطلع طيارة أيوب رسالة في الفضاء الإسرائيلي، وبدنا نقول الآتي أعظم، بطلع طيارة وبين هلالين. أنا قلت في جامعة تشرين أن لدى الدولة السورية، وأنا مسؤول عن كلام يمكن الحكي يحرجكم على الفضائية السورية، أن لدى الجيش العربي السوري، وهذه المعلومات مصدرها مش سورية، مصدرها بعض الدبلوماسيين الغربيين، لدى الجيش العربي السوري طائرات مثل طائرة أيوب وحبة مسك. ويسألنا من يسألنا، لدى الجيش العربي السوري طائرات صناعة سورية مثل طائرة أيوب وحبة مسك. هذه الطائرة الموجود شبيه لها بسوريا وبصناعة سورية بتجميع كما قال سماحة السيد للمقاومين، طلعت أنجزت 320 كيلومتر فوق الأراضي المحتلة فوق فلسطين. طيب شفت جريدة المستقبل وشفت سعد الحريري وشفت العملية الضاحكة وشفت أحمد فتفت مقهورين أكثر من هقرتس ويدعوت أحرانوت. تجي يدعوت أحرانوت وهارتس والإسرائيلي عم بيقولوا خلينا نفكر كيف صار هذا الخرق، وخلينا نفكر كم طيارة عنده السوري وكم طيارة عنده حزب الله وكم طيارة عنده الإيراني، وخلينا نفكر شو مطورين بهالطيارات. بيكون هو شو عم بيقول؟ عم بيعمل حرب دفاعية. لا ما بنقبل ولا ما بنقبل، وانت عم تخترق خلينا أصلا نحطوا القلوسي تاعت اليهود بس ويعملوا جدايل. ليش بدي التقي فيه بالسر؟ ما هو علنا عامل بيان باسم تيار المستقبل عم بيدين في مقامات به المقاومة من عملية إرسال طائرة إلى سماء فلسطين المحتلة. ليش بدي التقي فيه بالسر؟ لا حتى السفيرة الأمريكية كونيلي قامت بزيارة إلى مطار بيروت للتفقد أنه هل طارت الطائرة من خلال مطار بيروت. بدنا نطمنها مش من المطار. مع تقديم التفصيلات من وسام الحسن بالتفصيلات الكاملة حول هذه المعلومات. عندما نقاطع بين هذا وذاك ومحاولة الاصطياد وتوريد الأفكار، الحرب إعلامية شئنا أم أبينا فشلنا في جوانب وأخفقنا في جوانب، ولكن علينا أن نعترف بأن حرب الكلمة هي الأخطر. نعم. ما تمارسه قناة العربية أن تعرف أكثر وأن تكذب أكثر، قناة الجزيرة أيضا وبعض القنوات التي تدعي أنها حريصة على الدم السوري بأشكال ومستويات مختلفة يقودنا إلى. والله أنا كنت مثلك أقول أن الجزيرة والعربية هن الأخطر. بالفترة الأخيرة اكتشفت أنه لا، في أخطر من الجزيرة والعربية. اللي هن؟ في نوعين. في نوع من المحطات اللي هي ضربة على الحافر وضربة على المسمار، وبتصير تمرق لك رسائل مشفرة بتدخل لللاوعي الجماعي تانا. وفي محطات تحريضية دينية من فترة عم شوفها وعم تبعها، لأنه في محطة منهم السعودية عملت لي برنامج خاص كل يوم تعمل لي ساعة سب وشتيمة، وإلي الفخر بقعد عم بحضرهم شيء ما بيتصدق. سألت أحد المهندسين الأصدقاء في النايل سات إنه خي هالمحطات أنتوا بتقدر تقدر أنت قديش عم بيحضروها؟ جاوبني إنه المئات الآلاف عم بيحضروها، وراح قلت أنها تشاهد في سوريا وفي العديد من المناطق السورية وبكثافة كمان. بيطلع مشايخ نص كم بلا شوارب، شيء نص كم بالمعنى المصري
مفهوم. شيء مقرف يعني. قتل بالنسبة لهم شغلة هيك يعني، بتشربت الماء بتقتل بتغتصب بتشيل بتحط بتحرق بتدمر، يا محلى الجزيرة ويا محلى العربية. وباعتقادي رح يجي وقت نطرحها مع كذب الجزيرة وع كذب العربية. الجزيرة والعربية أفلسوا، عم يدوروا على بدائل بالأماكن اللي عملوا فيها ما يسمى ربيع عربي. فتحوا محطات بتبس من قلب مكتب الجزيرة، من قلب مبنى الجزيرة. قناة ليبيا الأحرار بتبس من داخل قطر. قناة تونس الجديدة كمان بتبس من داخل قطر. وباعتقادي هذه المحطات الدينية للأسف اللي ظاهرة ديني وظاهرة إسلامية هي صارت أخطر من الجزيرة العربية. كذب الجزيرة العربية صار كذب مفضوح. يعني وقت تجي بتقول لك العربية ساعة 6 الصباح 167 قتيل بنيران الجيش العربي السوري. هاي العداد شو لحقت تعدون؟ نشتغل عداد يعني لحقت تعدون بعد 3 دقائق بيصيروا 350، بعد شوي بينزلوا 120 بيكون نسي هو شو الرقم اللي وصل له. هي أبسط 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 الإشارات. هذا يقودنا إلى إشكالية لها علاقة بالإخفاق الأكبر. يعني أخفقنا نحن في سوريا في مصر في العراق بأننا لم نعنى بالشأن الإعلامي على أنه هو الأخطر القادم، واهتمينا بمسألة أيديولوجية قومية، لأنه دائما هناك هجوم على الفكرة القومية العربية، ولا زالت سوريا الحاضنة للفكر القومي العربي ولمسألة مسألة الاحتواء العربي والاحتضان العربي. المشكلة ليست في الفكرة القومية، سواء كانت القومية السورية القومية الاجتماعية أو القومية العربية. المشكلة وبكل صراحة بهؤلاء القوميين، سواء كانوا سوريين قوميين أو قوميين عربيين، فهم لا يستطيعون أن يؤدوا تلك الأفكار إلى الناس. الرجل يا سيد الكريم أستاذ نضال هو الأسلوب. للأسف القوميين العربيين القوميين السوريين دائما عم بيقدموا كانوا أفكارهم بطريقة مش تقليدية، أكثر من تقليدية. وأنا بعرف أحد رؤساء الأحزاب يلي بيطبعوا له بيان بمناسبة كل سنة بيقراه هو ذاته بنفس المناسبة، كل سنة ونفس الجمهور من 30 سنة ونفس الجمهور أو أولاده. المشكلة مش بالفكرة القومية، الفكرة القومية لا تموت. اليوم روسيا الاتحادية كيف نهضت؟ بوتين كيف رجع نهض روسيا الاتحادية ورجع الروسية بعد ما كانوا رقصات لعالمات ذرة ومحترمات؟ بالفكرة القومية، شد العصب الروسي. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الجمهورية القائمة على الإسلام لا تزال تحتفل حتى هذه اللحظة بعيد النوروز اللي هو عيد قومي إيراني، وهذا حقه. الصين الشعبية كيف تحولت من دولة محتلية جزيرة اسمها اليابان لصين شعبية عظمى عبر الفكرة القومية الصينية، ووحدت 96 ملة موجود بالصين. نحن مسين نتفلسف انه خلينا احنا طوائف 17 طائفة، وروم أرثوذكس وروم كاثوليك وبروتستانت وسنة. ليك يا حبيبي 96 طائفة في بالصين بيحكوا 28 لغة. اذا المشكلة في تسويق هذه لا المشكلة بالناس. المشكلة بالناس. الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الإسلام لينتصر بحاجة لاثنين، لحمزة ولحسان. حمزة لأنه كان رجل وفارس، وحسان بن ثابت لأنه كان شاعر، كان وزير إعلام إذا بده. نحن مش عم نعرف نقدم أفكارنا بطريقة صح. يعني هون سياسة النائب النفس تصب في فكرة القضايا القومية العربية التي يمكن أن تلغى. مزبوط، فكرة النائب النفس هي من مخلفات غياب الفكرة القومية. الفكرة القومية قائمة على أن الناس، أنا اللبناني أشعر على أنك أنت أخي السوري، وأنت السوري تشعر على أنك معني بي حين يأتي عدوان تموز. العمق والامتداد. فكرة النائي النفس هي فكرة صهيونية، أنه أنا ما خصني خيي، هذا العقل اليهودي، أنه أنا بعيد عني ما أحلاها، أنه أنا بالرب بيتي. هذه فكرة الألانية، يعني بظهرك من فكرة الجماعة لفكرة الفرد بمعنى الفرد المسكر المغلق اللي بتخلص الدنيا عنده. إعلامهم مش عم بيشتغل على الفكرة القومية صح. لهيك أسهل، أنا أسهل شيء هلا أطلع أعمل لك خطاب غرائزي طائفي، أو حط لك فيديو كليب وحدة عم ترقص، أو جيب لك شيخ نازل عم بحرض فيك الغريزي والأنا الداخلي. أهين شيء أنه أنا خاطب بعقل فردي، أصعب شيء أنك تخاطب بالمصلحة العامة بالعقل الجماعي. اليوم حط واحد بيطلع بيقول بعدين شوف شغلة جديدة أستاذنا من الأمور الخطرة في المحطات. أنا عم شوف محطة دير الزور، محطة الحسكي، محطات صاروا على النايل سات، محطة القابون. لك يا أخي كيف الحديث بعد ما كنا عم نحكي بسوريا وبأن فلسطين جنوب سوريا كما قال القائد الخالد حافظ الأسد، صرنا عم نحكي أنه دير الزور بتعمل تلفزيون وبتصير لحالها، ودرعا بتعمل تلفزيون وبتصير لحالها. عم بيزغروا عقلنا وعم بيفتتوا عقلنا وعم بيخلونا نتحول لأناس فرديين بكل معنى الكلمة. مزبوط المؤامرة على الفكر القومي، وعلينا أن نشد أزرنا ونفتح الباب لهالجيل الجديد
المؤمن بالفكرة القومية أن يسوق لها بشكل صحيح وحقيقي وجدي. المشكلة مش بس عند العربية والجزيرة، المشكلة عنا نحن مش عم نعرف نحط فلوسنا بالمطرح الصح. بالضبط. المحور الأخير الذي سنفتحه مع حضرتك حول موضوع هناك من يتحدث عن الشباك سوري تركي أمريكي يتمثل برقصات الموت هنا وهناك، آخرون يقولون لا سوريا تركيا إسرائيل وحرب الطاقة، كل ذلك بعد هذا التقرير الذي يتحدث عن موضوع الكذب والنفاق وإعلام الدمار الشامل في حلقات مسلسل كشف التزوير والفبركة وسياسة التلفيق التي تنتهجها قنوات سفك الدم السوري مستمرة. هذه المرة قناة العربية الوهابية تعترف بلسانها وقلمها الأعجمي أن جميع الوثائق التي نشرتها عن سوريا مؤخرا تحت اسم سيرياليكس هي مزيفة ومفبركة، لتؤكد مجددا استخفافها بالمشاهد العربي بدلا من شعار أن تعرف أكثر أي أن تكذب أكثر. نتابع. دليل جديد تضيفه فضائية العربية الوهابية إلى سجلها المهني التضليلي في تغطية الأحداث في سوريا، وهي التي اشتهرت مع نسختها القطرية المسماة بالجزيرة في فبركة وتلفيق الأحداث وتزوير الحقائق وحرفها عن وقائعها. أما جديد فضائح هذه القناة المستعربة هو ما أقره لسانها بأن جميع الوثائق التي نشرتها عن سوريا مؤخرا تحت اسم سيرياليكس هي وثائق مزيفة ومفبركة، ولكن المثير للسخرية أن اعتراف هذه القناة واعتذارها جاء بطريقة غير لائقة وتنطوي على الاستخفاف بالمشاهد العربي، وذلك في مقال نشر باللغة الإنجليزية وكتبه رئيس تحرير موقع العربية الإنجليزي المدعو فيصل عباس، حمل فيه المعارضة السورية مسؤولية الفخ الذي سقطت فيه قناته، علما بأن العربية كانت قد زعمت وتشدقت عند بدء نشرها الوثائق في 28 من الشهر الماضي أنها قامت بفحص مئات الوثائق وقررت بثها مجموعة منها ذات قيمة سياسية وخبرية، وتنوي تخصيص حلقات خاصة تعرض فيها هذه الوثائق. ويبدو أن شعار العربية أن تعرف أكثر صدق هذه المرة، ولكن بالوجه المخالف هو أنك إذا أردت أن تعرف أكثر عن الكذب والنفاق عليك أن تدير إلى قناة العربية وتشاهد وثائقها المزيفة والمفبركة. أما الاعتذار فيكون على صفحاتها باللغات الأجنبية، حتى بات بالإمكان طرح شعار جديد لهذه القناة أن تكذب وتكذب أكثر. نحييكم مجددا في حوار اليوم مع ضيفنا الأستاذ الإعلامي سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي، وفي الجزئية الأخيرة التي سنتحدث من خلالها وحدثنا الضيف الكريم عن رقصة الموت التي تلعبها أمريكا وتركيا وطبعا بعض العربان والغربان والإرهاب الوهابي فيما يتعلق بسوريا، أم هي المسألة أبعد وأوسع من ذلك، هي حرب طاقة؟ هل من تعليق على هذا التقرير الذي تابعته؟ الموضوع العربي أنا فيني أفتح لك مجلدات، أنا بدي أخبرك عن حادثة صارت معي شخصيا. تفضل. بأحداث 7 أيار بتعرف بين اللبنانيين قرب منزلي يعني على بعد مئات الأمتار حتى أقل من مئات الأمتار، صار في حادثة شهيرة ونزلت بوقتها ونقال على موقع اليوتيوب على أنها ب7 أيار. العربية عرضتها أكثر من 7 مرات على أنها تحصل في سوريا، وكان مبين النمر اللبنانية، وكانت الغريب نجوى قاسم اللي هي مفترض أنها مذيعة لبنانية وبتعرف أنه هي نمر السيارات اللبنانية وبتعرف هاي الضيعة كثير منيح وبعتقد عندها أقارب بهذه الضيعة، كانت عم بتقول أنه هيدا عم بتصير مثل القنابل العنقودية بسوريا. القنابل العنقودية أنه بتصور بتحطها أنت بلبنان وبحرب تموز بمخلفات العدوان الإسرائيلي شوي بتطلع أنه هيدا صايرة بسوريا. أنا كنت موجود من فترة كمان بدمشق عم بيهدوا مبنى غير شرعي، رجعنا على الأوتيل دورنا لقينا العربية عم تحط هذا المشهد إنه الجيش عم بفجر مباني بالسكان بالناس اللي فيها. أنا كنت عم شاهدها بعيني، شنو حدا عم بيقول مبنى لم يكتمل وهو مخالف. العربية كذبة بعتقد بنكون عم ضيع وقت إذا بنحكي تجاوز تجاوز كل لأنه صار أمر واقع. رقصة الموت وحرب الطاقة، حرب الطاقة سنة عام 1992 تم التوقيع من قبل الاتحاد الأوروبي على اتفاقية كيوتو للغاز، واللي قالت انه هذا الاحتباس الحراري وطبقة الأوزون اذا بقينا عم نستعمل النفط التقليدي رح يوصل لوقت رح نبج ورح تخلص الدنيا، فبدنا نستعيد عنه بالغاز. الغاز يا سيدي الكريم موجود في روسيا الاتحادية، موجود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موجود في قطر، وموجود ايضا في مياهنا في البحر الأبيض المتوسط، في للأسف في فلسطين المحتلة، في لبنان، وفي طرطوس تحديدا، وفي اللاذقية. وراح العنوان عنوان غاز، وروسيا الاتحادية وبوتين تحول إلى الإمبراطور بفعل هذا الغاز. كانت إسرائيل عم بتلزم من 5 شهور صفقة ب 150 مليار دولار للغاز ب
الوقت اللي نحن ملتهين بهذه الحروب الداخلية. باعتقادي كل ما يحصل هو عملية صراع بين أنبوبين، في أنبوب قطري بده يوصل كان عبر سوريا لتركيا ومنها للاتحاد الأوروبي ودول أوروبية، وفي أنبوب آخر جزائري روسي إيراني كان يريد له أن يصل عبر سوريا إلى الاتحاد الأوروبي وعبر بحرنا. يريدون لنا أن نلتهي في معارك جانبية فيما الغاز في بحرنا، والغاز تحول إلى المادة الأساسية اليوم. اليوم الغاز صار البديل لكل هذه الطاقات، حتى الكهرباء التي صار فيك تستعيد عنا بالغاز، حتى السيارات صار ممكن تكون عبر الغاز. أهلنا السوريين بيقعد بفكروا جزء منهم أساسي وبكل صراحة أنه المعركة هي مع النظام وضد النظام، هي مع الحرية ومع الديمقراطية. اليوم أنا سمعت مجلس الشعب السوري بشرفي الحديث اللي حكيه بلبنان ما بصير، في نوع من الجرأة الحقيقية في عضو مجلس الشعب عم تطلع توقف تقول لرئيس مجلس الشعب انه اخي كيف بدك ياني انا استلم وصير نقيب اذا انت مسكر النقابات لك مدري كم سنة؟ في لغة، بس هل هذه اللغة هي بتفيد على الارض؟ يعني انا اذا هلأ اطلعت اعطيتك 10,000 خطاب رنان وعلى الارض دخلك الفردي 2000 ليرة سورية، شو استفدت؟ شو استفاد؟ نحكي عن الإمارات العربية المتحدة، ليك هالدولة الخليجية المميزة، وقال أن هيان يسجل لهم الشيخ زايد يسجل له التاريخ أنه حول هذا البلد لبلد عالي الجودة. رحمه الله رجل رحمه دولة. الله. ويريت حكام الخليج جزء أساسي منه تحديدا السعودية وقطرائيل بتشبهوا فيه. اليوم في فائض بالإمارات العربية المتحدة 9.9 مليار دولار، إجا عمل دولة خيي دخل الفردي عالي فيها. قال الأخوان المسلمين تنظيم محظور، بفوت على الأخوان بفوت على الحبس. قال له بالجامع أنت بتفوت تعمل صلاة وعبادات، مش بتفوت أنت بدك تقلب نظام وحكم وتشيل. يقول الرئيس الدكتور سليم الحص الله يشفيه، هناك الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية. الحرية أنك تبعبع وتحكي اللي بدك إياه، أما الديمقراطية أن تغير إيجابيا. أهلنا بسوريا المعركة ليست معركة من أجل حرية وديمقراطية وتعبير رنانة، معركة في غاز بالبحر أنت معركة طاقة ممنوع تمد إيدك عليه، ورقصة الموت وفي... يجب أن تكون في سوريا، لا لأنه هي سلطة الوصل. عم يقول هيدا عدنا إلى الجغرافيا، هيدي لعنة الجغرافيا. قدر شاء الله عز وجل أن يضع سوريا عند حدود مع إسرائيل ومع لبنان ومع تركيا العثمانية ومع الأردن ومع العراق، ليك من حدود. هناك دراسة عالمية بأنه مجموعة من المهندسين أنه لماذا حمص تحديدا؟ لأنه كل خطوط الطاقة التي ستأتي وتذهب شرقا غربا شمالا جنوبا ستمر بحمص تحديدا. أخي أول ضربة صارت بحمص صارت على مصفات حمص. إذا أنت عندك مشكلة مع الأمن، إذا أنت عندك مشكلة مع الدولة، إذا أنت عندك مشكلة بروح بحرق الجامع الأموي بحلب أو سوق المدينة، شو العلاقة مصفات حمص خي؟ شو العلاقة مصفات حمص؟ إذا أنت عندك مشكلة مع الأمن وبدك حرية وديمقراطية، شو العلاقة مصفات حمص؟ هناك بعض المجموعات والخلايا من السوريين وغير السوريين عم تنفذ عمليات المقصود منها تهديم القدر المستطاع من سوريا. البنى التحتية. كان واضح بالأمس بوتين وقبل لافروف لم يقل أن الحكومة السورية أو النظام السوري أو الإدارة السورية سماه بالاسم، هذا الرئيس بشار الأسد لن يتنحى. صاروا هني عارفين هالموضوع وهالمعادلة. لهيك عم بجربوا بهذا الوقت يهبطوا قبل ما فيهم يهبطوا ويدمروا قبل ما فيهم يدمروا. قبل أن نكون على الهواء، أحد الأصدقاء المغاربة مشكور يعني قال إنه بعض المغاربة من حزب العدالة والتنمية المغربي يتواجدون الآن في بعض قرى إدلب بطريقة غير شرعية عن طريق حزب العدالة والتنمية التركي، وبعضهم أطباء بلباس طبيب كي يجاهدوا بالمراسلة. نعم، هل عسيرة الطبيب؟ وأنا بسأل أصدقائي اللي بحبهم ومعظمهم أطباء، أيمن الظواهري طبيب أطفال، فمنا عبرة أنه يكون طبيب لما يكون مقاتل. لا، موضوع الجهاد بالمراسلة يعني الحرب الوقائية الجهاد بالمراسلة. أستاذنا الكريم، وهذه كمان معلومة، أحد اللبنانيين مقيمين بأحد الدول الأوروبية المنتمية للاتحاد الأوروبي وهي دولة كبيرة، بيقول أنه هذه الدولة عندها أزمة أنه كل سنة يدخل الإسلام بينتقل من المسيحية للمحمدية الإسلامية حوالي 20,000، ومعظمهم هول بيروحوا للفكر الأصولي الوهابي. هلا شو عم بيعملوا؟ عم بيحضروا له باسبور وشوية فلوس بيبعتوه على تركيا، ومن تركيا بوجهوا يلا على أدلب وعلى سوريا وعلى حلب. اليوم هذا العالم العربي والغربي عم بيجي يفتح ملفات، عم بيقول أنا في عندي إرهابيين خطرين، طب هلا بعيدا بلا ما يفجر لي ويشتغل فيه بحمله وبوديه على سوريا، بحمله وبوديه على سوريا. إيه في حرب مراسلات صح،
وسمعنا عنها كتير، بس هذه الحرب اليوم انتقلت إلى حرب للجهاد باليد، ومصطلح الجهاد براء منه الإسلام، براء منه الجهاد. محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري طلع على CNN، حضرته أنا مثل ملايين الناس، طلع قال ندعو كتنظيم قاعدة إلى هدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لعشر سنين. خلال هذه العشر سنين نحن نتكفل نهاجم النظام السوري، ونتكفل نهاجم المقاومة في لبنان، نتكفل نهاجم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن نحن أمام إخوان، حركة إخوان مسلمين تسعى إلى السلطة، إخوانة الدولة، في أخطر من الأخوان، أم أن المسألة قاعدية بين الدولة والقاعدة، بين التيارات الدينية والتيارات الغربية؟ بدك رأيي؟ تفضل بدقيقة واحدة. يمكن في سوريا الإخوان المسلمين هم الفصيل الأضعف في المعارضة السورية، الكلمة الأساسية والفصل الأساسي إلى الحركة الوهابية، الوجه الآخر للصهيونية، والمرتبطة مباشرة بالسعودية وقطرائيل وتل أبيب. كل من يتابعنا الآن ومعجب بحضرتك وأفكارك وطريقتك في الطرح ينتظر فكرة معينة، رسالة. قدمت مجموعة من الأفكار، بماذا تختتم وما هي الرسالة التي توجه لمن يتابعنا؟ كل من نلتقي بهم على الطرقات ويطلبون منا المزيد من المعنويات، نقول لهم اذهبوا إلى مجالس العزاء في الأراضي السورية واستمعوا إلى أطفال الشهداء، هناك المعنويات، وهناك الرجال الغد، وهناك الرجال الرجال فوق العادة. لن تموت سوريا، ستحيا سوريا عزيزة كريمة بقيادة الرئيس الأسد، وسيكون العالم العربي كله خلف هذا الرجل. شكرا أستاذ الإعلامي سالم زهراء، مدير مركز الارتكاز الإعلامي، شكرا جزيلا. شكرا لك. مساك سوري قومي عربي، ومساءك وصباحك. خلينا إياك. أهلا بك. السادة المشاهدون الكرام، قبل أن نختتم تحدثنا عن جغرافية الدم السوري التي ستشكل خارطة العالم الجديد وترسم معالم الغد، خارطة وجغرافية الدم السوري التي هي نار تحرق المتآمرين والخونة والمجرمين والإرهابيين القتلة. غدا ستشرق شمس الانتصار وتنبت الأرض السورية قمحا وزيتونا، ولكن حادثة ذكرتها لإحدى المواطنات السوريات أنه أنا أستغرب أنتم كيف تتعاملون مع بعض الحالات. تم قنص جندي عربي سوري على أحد الحواجز، وعندما استلموه وأجروا عملية خلع لملابسه وجدوا رغيف من الخبز اليابس داخل ثيابه. هو ليلا نهارا في عملية ميدانية حقيقية يسعى لتحقيق الأمن والأمان مع إخوانه وشركائه حماة الديار، بينما أحد الإرهابيين وجدوا في ثيابه ملابس داخلية يحملها إلى حوريات الجنة التي وعدوا بها. فهل لنا أن نجري مقارنة بين من يحمل رغيف الخبز لكي يستمر في النضال والمعركة المستمرة ليل نهار مع العصابات الإرهابية؟ أعتقد أن الوطن الذي هو في وجداننا جميعا أكبر من كل ذلك. من دمشق، أبجدية الوطن والإنسان وروح الروح، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.